احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم بتخريج الدفعة السابعة من منتسبي الخدمة الوطنية بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي التي استمرت 4 أشهر في مختلف مراكز التدريب، وسينتقل المجردون بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يوزع فيها المجندون على الوحدات المختلفة. وكان المجندون قد خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل ل4 أشهر في المراكز الأربعة في الدولة، وقدم الخريجون في احتفالات التخرج عروضا عسكرية أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه بروح وطنية عالية، حيث قدم خريجو الدفعة السابعة استعراضات عسكرية لما تلقوهم في ميادين التدريب عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في كل التخصصات.